السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في كونكر تهييس. النهاردة جايب لكم سيرفر جديد، سيرفر جامد جدا 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 زي ما انتم عارفين، اسمه دوما. السيرفر ده يا جماعة جميل جدا، فيه امكانيات جميلة جدا. ده السيرفر اهو، ده الاكونت اللي احنا عملناه، نازل بالكاس اهو، كل حاجة مع الكاس الكبيرة اهو زي ما انتم شايفين. هو بيجي بتيكت او 500 مليون، طبعا ملايين سهلة عشان هنا بدي سي بي اس كتير، هشرح لكم كل حاجة. طبعا السيرفر لسه فاضي يا جماعة، اللي هينزل اول ناس ديت هتمسك السيرفر، والجي ام عامل هدايا لاول تيم هينزل وهيعمل له اكسب وور، هيبقى ليه دعم منه. وده السيرفر بتاعنا اهو، طبعا هشرح لكم كل حاجه، هعمل اكونت معاكم من اول وجديد وكل حاجه اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو. ده الاصطفه كامله بتنزل بالنجوم بكله موجود ده معاكم اهو. طبعا كويسات شغاله على طول، والسيرفر شغال 24 ساعة يا جماعة، برضو مفيش أي قفل فيه. طبعا إمكانياته جميلة جدا، وفاتح كل حاجة معاك أهو، نازل معاه الصفات ومنزل معاه كل الجرمانات برضو، كل حاجة مفتوحة أهي، كله بيتفتح وبيتفتح سهل جدا. هوريكم طبعا، هوريكم الأكونت اللي موجود معايا حاليا اللي أنا عامله، وما خدش منه وقت، والصفة موجودة، واللي عايز يلعب هو بينزلك. هنا في ميزة برضو في السيرفر، بينزلك مش بتعبك ان انت تعمل سكن، بينزلك تعمل 3 اكونتات وانت نازل، بيعمل لك كل حاجه في الباور وفي كل حاجه. السيرفر ده محترم جدا، وصاحبه عامله يعني، وصرف عليه وعامل فيه حاجات جميله جدا زي ما انتم شايفين اهو. انا كده كده هعمل معاكم اكونت من اول وجديد، انا بس بوريكم السيرفر بسرعه كده اهو. ده الماركت بتاعه اهو يا جماعه، في كل حاجه برضو، بس على البادج القديم اللي هو 2 دي مش 3 دي، 2 دي. طبعا اللي مش عارف اللعبة انا بنصح ينزل اللعبة احسن، او لو عنده ينزل البادج عادي زي ما احنا متعودين في كل فيديو. هنقفل الاكونت ده معاك اهو، وده السايت اهو بتاع اللعبة، هسيبه لكم تحت في الوصف، والتحميل برضو في الوصف، تحميل الدولة وتحميل البادج وتحميل الكلاين نفسه، اللعبة كاملة هنزلها لكم اهو. ده سهل جدا وخفيف جدا اهو. هو بص السيرفر منه حديث ومنه مش مع، طبعا مش مع اخر فيرجن، بس لعبه حلو وجميل جدا. وزي ما انا قلت لكم، اول ناس هتنزل واول تيم هينزل هيمسك السيرفر طبعا زي ما انتم عارفين. ولو وصلتوا اي حاجة من جي ام هتتواصلوا معاه بكل حاجة، وانا بردك لو في اي حاجة كلموني في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم. ده الداونلود اهو، طبعا زي ما انتم عارفين هو سهل جدا زي ما انتوا عارفين اهو. ده الكلاين اهو، وده البادج. انا طبعا ايه، هندوس على البادج كده اهو، هسيبه لكم في الوصف بس عشان الناس تقول مش بيحمل اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، مساحته صغيره 57، واللعبه مش كبيره برضو اهو. هدوس على الكلاينت برضو، اللعبه مش كبيره يا جماعه، وممكن تنزلها. ونصيحه، تنزل يعني السيرفر بتاع اللعبه اهو، او انت ممكن تنزل البادج زي ما انا قلت لك اهو. ولو في اي مشاكل طبعا هنزلها في كونكوير زي ما انا قلت لكم، تسطب ازاي بتحملها عادي، بتحمل معاك مفيش اي مشكله، تظهر معاك داونلود دلوقتي اهو، وتنزلها في قلب اللعبه. بتعمل كده، تنزلها بقى في اللعبه اللي انت عندك، حاططها في الدي، حاططها في السي زي ما انت حاططها، بيبقى بالشكل ده اهو. وبتفتح اللعبه، هنفتحها مع بعض طبعا، بس الاول نعمل اكونت مع بعض كده بسرعه اهو. ريستير هسيبه لكم برضو في اللينك، مش في الوصف تحت، مش هتعبكم. مثلا هننزل ماشي، او الايميل العادي، اول حاجه الاسم والايميل والباسورد هنا مرتين اهو، وهنا بتختار اي سؤال مثلا اول واحده، واكتب اسمك هنا عادي اهو، وهتكتب الكلمة دي هنا اهو. اهو يا جماعة اتعمل اهو زي ما انتم شايفين، جالكم الكلمة اهي، هيطلع من الصفحة. ولو في اي حاجة كلمني في الكومنت تحت، في اكتب لي كومنت وانا هرد عليك،
وهديك برضو اللينك بتاع الصفحة عندي على الفيس، ممكن تتواصل معايا عادي لو مش معاك تليفون او كده على الكمبيوتر تتواصل معايا عادي، مفيش اي مشكلة. هنخش كده على اللعبة، زي ما انتم شايفين انا كل مرة بدخلكم اللعبة اهو معاكم خطوة بخطوة. او اللينك بص البادجي اهو شكله اهو زي ما انتم شايفين كده، ودوس عليه كليك يمين زي كل مرة برضو، ودوس كده اهي 1 2 3 4، وتروح داس تاني كده اهو وتدوس اول ان، واللعبة تفتح معاك على طول مفيش اي مشكلة. ادوس هنا هتحمل معاك على طول، انا محملها بتخش عادي اهي، بتخش اللعبة فيها ميزة حلوة بتخش على طول زي ما انتم شايفين كده بتخش اهي، بس بيبقى شكل اللينك بتاعها كده اهو بلاي، بيخش على طول على اللعبة. طبعا انا فاتحها اهي بالمنظر ده اهو، هتروح داخل هنا مثلا اهو، طبعا هي تفتح معايا ايه، تفتح لي صفحة هنا مالكش دعوة بيها زي ما انتم شايفين اللعبة ايه، بخش بالاكونت اللي احنا عملناه مع بعض. اللعبة شغالة اهي مفيهاش اي مشكلة. انا على فكرة بنزل على اي بادج، بنزل بادج على اي كونكور انا عندي، يعني انا بنزلها زي ما انتم عارفين. مثلا هعمل اعمل اي اكونت عادي مفيش اي مشكلة، مثلا تروجين اللي بيج كونكر اهو زي ما انتم شايفين سيرفر، زي ما انا بعمل اسمه اهو هتلاقوني في اللعبة برضك موجود شيل بتاعت ال اهو. تخش طبعا بقى انا هوريكم الخطوة دي، هبتدي في اللعبة اهو بنزلك 140، تروح داس على الراجل ده اهو اللي شكل الجي ام اهو، بنزلك كينج اول 10 هما هيبقى كراجي، طبعا اللي هيلحق عشان السيرفر لسه جديد اللي هيخشه هيبقى فيه دعم من الجي ام. طبعا بتختار اول حاجة ايه ووتر اهو، ده لو عايز تلعب باكونت حلو ووتر ووريور، انا بختار ووتر ووريور مثلا هلعب بمونك، انا بحب المونك اهو يس، ادوس يس هنا اهو بيطلعك بره اللعبه اهو، بيطلعك بره اللعبه بيعمل لك لاج وتخش تاني اللعبه، هتلاقي الاكونت بتعمل كل حاجه فيه اتعملت مفيش اي مشكله، يعني هو الجي ام صاحب اللعبه عاملها عشان ما يتعبش الناس ويبقى لعبه مسليه ما تتعبش وزهق الناس من لعبه. سيرفر لسه جديد فيه امكانيات رهيبه اهو، منزلك كينج مثلا اهو كينج اهو، او منزل كينج بس انت لو ملحقتش في الاول اول ناس هتخش يا جماعه السيرفر تلاقي تدعم الجي ام، ولو عوزت منه اي حاجه انت بتتواصل معاه اهو منزلك بصفه كامله اهو مثلا اهو. لا هنختار التانيه فين اهي، زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه كل حاجه موجوده، الباور بتاعك كامل واحد اهو 61,000، الاتاك كامل 58 48,000، يعني هو مش تعبك في اي حاجه. السيرفر زي ما انتم شايفين لسه ما نزلش حد فيه، في ناس موجوده برضو بتلعب بس طبعا الناس لسه ما نزلتش. هنا ده بقى اول حاجه هنوريكو، هنا برضو كنا الاصطفه لو عايز تجيب اصطفه وتلعب وتغير براحتك مفيش اي مشكله، بتطلع تغير راجل من الروبورت. طبعا انت بتخش اي جلد هنا بس عشان ايه تجيب البوينت بتاعك الناقص ال 105 هم كاملين، عاوز جرمانات ولا حاجه بتطلع قدام كده اهو اهو الناس البياعين. هنا الحاجه الفي اي بي 300,000 سي بي اس، دي ال 300,000 هتعرف تجيبهم عشان السيرفر السباقات في سباقات سباقات فيه كتير مفيش اي مشكله. وديت الوليه دي اللي انت شايفين عليها دي بتجيب لك كل حاجه هنا اهو، الاجنحه وكله مثلا الاجنحه ده اهو، واختار هنا اللي انت يعجبك اللي انت عايز تختاره مثلا انا اختار اهي ماشي اهو زي ما انتم شايفين اهو، تطلع هنا فوق كمان اهو
ده الفروت بتاع الباور طبعا انت عارفينه عشان تزود الباور بتاعك. الجرمانات اهي، الجرمانات دي غير الجرمانات الفي اي بي، الايتم الفي اي بي دي او الواحده اهي الفي اي بي كاس ب 500 مليون هتعرف تجيبه سهل. وديت الحاجات ديت اللي فيها الاتش بي وزياده والكلام ده، لو عايز تشتري ب 300 مليون طبعا انت هتخش تاتك في الوحوش وهتعرف تجيبهم. وهنا الحصينه كامله اهي مفيش اي مشكله، وهنا برضو في حصينه في الفي اي بي قدام، وهنا اهو زي ما انتم شايفين هنا مانا وباور، مانا وباور تسعات عشان ما تتعبش طبعا عشان لو عايز تاتك وهو كده اهو. يعني هنا ب 10,000 طبعا، يعني انت لو طلعت قتلت فرخه هتجيبها اهو زي ما انتم شايفين. ده السيرفر اهو، هنا بيديك ماني فري بواحد سي بي اس بيديك 2 مليار طبعا عشان ما تزهقش. وهنا هو الراجل اهو بتاع الحصان زي ما انتم عارفين، لو عايز تشتري سكيل الحصان اهو ب 50,000. وهنا لو عايز تلعب بسي بي اس اهو طبعا لو معاك سي بي اس طبعا، وده روم. وهنا كل شوية هتلاقي طب شغالة، يعني في طب شغالة طبعا على طول اهو، هتلاقي طب على طول. هنا في من بوكس اهو، هنا تخش هنا برضو، هنا في على طول هتلاقي شغال على طول، يعني طول الوقت شغال كويستات عشان تقدر تجمع وتبقى كبير في اللعبة والكلام ده. واول تيم هيخش ليه تدعيم من الجي ام. هنا في بتاع هنا ممكن تضربها زي كده اهي، هديك سي بي اس 25,000 سي بي اس حلو يعني في الضربة. طبعا انت لو قعدت ساعة هتبقى 4 مليون مثلا، ساعة لو قعدت تأتك هتجيب 500 600 مليون اهو. وهنا في وحوش عاوز تأتك عليها برضو اهي. هنا بقى في هنا حاجة حلوة زي ما انتم شايفين كده، 20 تيكت، 20 تيكت دول بيتقلوا في الوحوش الكبيرة اللي هو الدراجون والكلام ده. طبعا هوريكم المكان دلوقتي اهو، بيجيب 20 تيكت بتاخد كاس اللي هو الكاس. وهنا اهي لو عايز تأتك طبعا في وحوش هنا كتير اهي. اهو بقى معايا 200,000 يا جماعة اهو. ميتين ألف على طول في ثانية اهو، يعني هو حتة أرشر تعمله هيريحك بده كله. طبعا انت لما تبقى كينج هتعمل كويستات هتاخد 50 مليون، وده اللي تشيل. طبعا الحاجات دي مش محتاجة عشان انت فاتحها كده كده، الحاجات دي اتفتحت عندك كلها اوتوماتيك، هو مريحك خالص، فتح لك كل حاجة اهو زي ما انت شايفين. عندك البار هنا كامل اهو، يعني هو الصراحة عامل شوية حاجات في السيرفر مسهلة على الناس كلها. هنا دي الوحوش كل شوية بتنزل، مثلا اول وحش اهو مش هتلاقيه موجود، هتروح لراح الوحش اللي بعده، يعني هتلاقي وحش منهم في ايه بيتأتك عليه، يعني مثلا نروح لده اهو، اهو زي ما انتم شايفين وحش اهو، تضرب استجماية كده مثلا اهو، فين 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 فين، هو مش بيموت بيطلع منك 12 بس. طبعا بقى في ناس هنا بتموت والكلام ده مع اللعبة، في ناس بتنزل وبتقعد تقتلك طبعا زي ما انتم شايفين اهو، ميت الوحش. وهو يا جدعان بعد ما قتلته زي ما انتم شايفين في تكتاية اهي، التكتاية دي بتجمع منها اللي هو 20 زي ما انا قلت لكم كده. اطلع استنص من بتاع ده اهو، تروح الماركت او التاون اهو زي ما انتم شايفين اهو، الراجل ده بتجمع 20 وتديله دول التكتات دي من الوحوش دي اهو، اداني 50 مليون اهو. وادي الراجل هنا طبعا، الوحوش دي على طول بتطلع كل شوية، هو بيجيب لك رسالة برضو. ودي لو عايز تقفل ال طبعا انت بتقفلها اللي هي 9 نجوم التسعة دي اهي. ده بنك السي بي اس لو عاوز تعمل، ودي روم هو اللي هي الاتاك طبعا الناس عارفة الحاجات دي. مثلا اروح اشتري اي جيرمان عشان، وديت الحاجات اللي بتتدرب دي اتش بي طبعا الناس عارفة الحاجات دي، الحاجات اللي بتتدرب على السلاح
مثلا اشتري جيرمان، يعني هو منزل شوية جيرمانات جميل جدا، هي حاجات جديدة. مثلا اشتري ده اهو جيرمان، شكله جميل جدا اهو. طبعا الكوستات محدش بيخش عشان مفيش حد موجود دلوقتي. طبعا ديت جيرمانات حصان بس بتجمع بوينت مع الوقت ما تيجي تقعد. وده كان سيرفرنا دوما، يعني سيرفر محترم جدا وصاحبه يعني محترم، او بيجي لك كل شوية وهو لو عاوز اي حاجة بيترسم معاك برضو. وده سيرفر جديد اهو، ده طبعا حاجات ديت بتجون فيها طبعا لها وقت تيم والكلام ده. هنا برضو الراجل بيبيع الاتش بي اهو، تسعات لو عايز تريح دماغك برضك عشان بيلعبوا وور. وطبعا انا نازل كينج اول 13، يعني اول 10 هيبقى كناجي وكله هيرجع، يعني اللي هيلحق اليومين دول في اول السيرفر كده هيلحق يلاقي بقى كل حاجة زي ما هو عاوز. وان شاء الله يعني تستنوا مني كل جديد، اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو في اي مشكلة كلموني عليها وانا هرد عليكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.